bersama-sama pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Imam Hazari. Dan beliau adalah juara tilawah pada rangkaian MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Tangerang cabang tilawah Qiraat Sab'ah. Kepadanya disilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.